لا والله بالعكس، الناس كلها عايزه تعرف اما لما الجمهور يبدا يحب الفنان بيبقى عاوز يعرف ادق تفاصيل صح. حياته. انت قمتي قايله يعني لهم انت في وسط الفتان على الكلام طول. انا بصراحه ما اعرفش، قلتي اسم كارلا؟ لا، كارلا دي، كارلا دي بنتها في بنتي في المسلسل، المسلسل لعمر افندي. انا افتكرت ان انت، انا قلت انا عارفه ان انت لا متجوزه لسه ولا في لا اطفال. كارلا لا ايه، بنتها. لا هتجيبي لي كارلا ممكن اكيد كمان؟ انا ما ذاكرتش. لا لا خالص، لا 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 امال طب انت مفيش ايه كارلا. مواصفاتك يعني؟ عايزه ايه يعني؟ مين عايزه مين يعني؟ مين والله احنا يملى بقينا عين في زمن نيران صعب قوي يا جماعه، احنا عبد بقينا في زمن الوارث؟ بجد يعني، بقينا في زمن صعب قوي والله. العلاقات مش عارفه بقت عامله كده ليه يعني، موضوع تحسيه غريب، واعتقد انتوا يعني هتأيدوني. اكيد في حاجات معينه على الاقل يكون في واحد اتنين تلاته. انت بتقولي لنا مفاتيح الاحلام يعني، مواصفات مواصفات وعايزه مين الاحلام. يعني؟ ماشي. انا مبدئيا يبقى طويل عشان حضرتك شفتي اكيد. ده كده كده تبقى بالظبط، مشكله لو ما كانش طويل. يعني يبقى شخص كده يعرف يحتوي يعني. لا بجد هتكلم بجد، حاجه مهمه قوي بالنسبه لي ان هو يبقى عنده علاقه قويه بربنا، دي حاجه مهمه قوي بالنسبه لي، ان هو بقى يبقى روحاني متدين. بس في بيز، احنا الاثنين عندنا نفس البيز، القيم والمبادئ راجعه للمرجع الديني اللي هو نفس الاسلام. الخلفيه. بالظبط. يكون الى حد ما بني ادم متصالح مع نفسه يعني. انا اغلب الناس اللي بشوفها، ومش عايزه برضو اعمم لان في ناس كتير قوي كويسه، بس الرجاله كده معروفه بايجو قوي يعني، عارفه اللي هو فكره بقى ان هو دايما حاسس ان انا لا ما اروحش، لا ما اجيش، لا ليه في ايه. لا وغير كده لما تكون مراته ممثله ومشهوره يخش معاها المكان الناس تتلم عليها وتيجي تتصور معاها، هو برده مش قاعد باظه. ما هو ايوه، بس يبقى حابب ده وحابب نجاحها وفخور بيها، مش يعني متصالح مع نفسه. هيبقى عشان جايه دي الفكره بقى، ان هو أيوة. في ناس ممكن تغير من نجاحك اصلا طبعا لو هو مش متصالح وهو حاسس. بس هل انت شايفه، انت بيغير من نجاحك دي حاجه صح جدا، بس هل انت شايفه ان دلوقتي بقى في كتير جدا بيتفهموا الموضوع ده، وما بقاش في قصه ان انت مع كده ان الست دي ليها مواصفات معينه وتعمل حاجات معينه، الراجل لازم يبقى هو السوبيريور؟ هل انت قابلتي ده مثلا؟ شويه شويه، اللي عشان هو كده بيسموها العلاقات الطاقه صعبه. الذكوريه، سوري، عشان كده قلتي كان في العلاقات بقت صعبه دلوقتي. لا، من اللي انا بشوفه اكتر يعني. انا هقول لك على حاجه، انا شخص اصلا ما بيحبش يدخل نفسه في حاجات كتير عشان أيوة. تبقي فاهم يعني، انا حويطه قوي برضو يعني. والله شكلك ولا حيطه ولا حاجه، اللي بيقول عن نفسه حويط ده لا يبقى والله، غلبان لا لا وطيب والله، لا يعني انا بخاف على فكره، دي حاجه مش حلوه، انا بخاف قوي، فما مش بخاطر. ايوه مش فاهمه، ما تاخديش ريسكس. لا غير لما بقى متاكده ان دي حاجه تقريبا الى حد ما هتنجح، وبعدين في الاخر ربنا بيثبت لي العكس لاسباب انا ما كنتش شايفاها طبعا. فاهمه، بس انا بقوله لك ان انا ساعات بحس كده ان في طاقه ذكوريه مش مظبوطه، مش في محلها. أيوة. يعني الراجل الصح اللي هو السوي المفروض ان هو بيخلي باله من البنت اللي معاها، بيحبها، بيحافظ عليها. في سنه كده حاجه حاسه انها هما مش فاهمين المفهوم ده صح. الطاقتين اتلخبطوا على فكره يا نيران، ما هو لما الطاقه شكرا. الذكوريه اتلخبطت الطاقه الانثويه اللي عند البنت اتلخبطت لانها اخذت ادوار مش بتاعتها، فالعمليه وسعت. برافو عليكي. ودي بقى، وده بالظبط السبب الرئيسي لتدمير العلاقات اللي احنا بنشوفه دلوقتي. كل واحد يا جماعه يعمل دوره، بس شكرا. يعني شوف طاقته يعملها ارجوكم. الستات بقت عايزه تبقى ليدرز، مش عايزه، هي ممكن تكون مضطره. لسه كنت هقول لك حلقه مفرغه، فاهمه قصدك؟ فالرجاله بقت مور باسيف وهم بقوا مور، مش عارفين نخلص من صح. الدايره المايله ب 60 ميله دي. مع كل احترامي للدايره. ما هو بقى عشان كده بقول لك مرجع ديني، لان على فكره دي حاجات احنا متغربين فيها قوي. هم شايفين بره الفيمينيزم بقى وان الست لازم تبقى زي الراجل. احنا يا جماعه ربنا مش مخلين زي بعض، الراجل والست ست. بالظبط. وفي حاجات طبعا ربنا يعني، في حاجات فينا في الدين ان احنا زي بعض فيها في احكام معينه، طبعا بس حاجات كتيره جدا لازم تبقى فعلا الست ست والراجل راجل. وده تكريم للمراه على فكره يا مها. طبعا يعني ربنا حتى الحاجات اللي فرقنا فيها تكريم للمراه، والمراه مكرمه جدا جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. برافو عليكي. انت عندك جزء ما كنتش هخش فيه، بس انت بقى يعني افرتي قولي. انت عندك الحته الروحانيه مهمه جدا وبتمارسيها بشكل جميل جدا. واضحه قوي. برافو عليكي. لا انا عاوزاكي تكلميني عنها، لان في كتير بيخلط بين ان انا اكون عندي هوايه او عندي مهنه بحبها، البعض بيشوفها بعيده عن فكره ان انا اكون روحاني. يعني انا عاوز ابقى قريب من ربنا وروحاني واشتغل مذيع ولا اشتغل ممثل ولا اشتغل مغني، ازاي يعني؟ فهمت. فدي مهمه قوي، تبقى رساله لكتير من الشباب اللي بيتلخبطوا. صح. في الوقت عليك. ده برافو عليكي، دي نقطه مهمه قوي. وهقول لك على حاجه، انا دايما بحس احنا ربنا في الاخر هيحاسبنا على ايه؟ على ده. قلبنا طبعا. بس قلبك ده يا بيبقى حي وسليم بتصرفاتك وافعالك ونواياكي،
وطبعا بالبراكتسز اللي المفروض تعمليها اللي هو بقى طبعاً. الصلاه، الاذكار، الورد، ايا كان بقى كل واحد بيبراكتس ده ازاي، بس احنا عندنا فرايض وكلنا عارفينها المفروض نعملها، ودي هي اللي دايما بتحفز القلب ان هو يكون قلب حقيقي، قلب سليم، بيحس بالناس، حساس، طيب، لما يشوف حد تعبان بعايز يساعده، مش فكرة ان انت قلبك متحجر ومش فارق لك وكل اللي بتفكري فيه او كل، عشان دي برضو ظاهرة حاصلة جدا، واعتقد ان احنا متأثرين بالغربة فيها طبعًا. ان كل حاجة سلف، سلف لوف، سلف كير، انت حطي نفسك الاول. دي على فكرة مرهقة جدا للانسان او للنفس، لاني في يعني طبعا راجعيني او صلحيني لو غلط، في كتاب كان عامل طفره اللي هو بتاع مارك مانسون بتاع فن اللامبالاه، فن اللامبالاه، انه قال لك على الموضوع ده، قال ان الناس كلها كانت تقعد تقول لك ايه انا كويسه، انا ما اعرفش ايه، وتقعدي تعملي مثلا افيرميشنز او جه الكتاب ده قايل لك ايه كل ده بلح، وان انا لازم لو انا تعبانه ابقى تعبانه، لو انا مرتاحه ابقى مرتاحه، كل اللي دور على السعاده في ان هو هياخد ايه في الاخر، ما فيش غير في حيطه سد وما اكتشفش غير ان السعاده فهو ادى ايه، ادى ايه اللي حواليه ايه، الغريب او الفقير او المحتاج ايه.